السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم من جديد في لاشين تاعي سعيدة كويزين. اليوم راح نديرو مع بعض تحلية بالسيترون او بالليمون، ان شاء الله تعجبكم الوصفة. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. المقادير راح نحتاجو نص سترة حليب يكون بارد، 3 مغارف حتى 4 سكر، سكر عادي قدر نزيدو ولا تنقصو على حسب الذوق. عندي هنا باكي تاع فلون فاني بذوق الفانيلا، فيه 50 غرام، وعندي 2 مغارف نشا، 2 مغارف معمرين، وعندي حبة قارص. الحبة هذه راح نحتاج للزاز تاعها والجي البشر تاعها، ونحتاج العصير تاعها ثاني. أول حاجة نديرها نربي لزاز تاع هذا السيترون، بلا دايما كيما نقولكم بلا ما نقيسو لا بو بلونش، ما نقيسوش الطبقه هذيك البيضاء خاطر هي اللي مره، نحتاجو غير القشره الصفراء فرات. بعدين نخلص نربي القشره كامله، نزيد لهاد الزاز راح نزيد المكونات اللي بقاو، المكونات كامل، ومن بعد نعصر حبة القارص ونزيدها مام هي. نخلطو مليح المقادير هادو حتى نذوب النشا وذوب الكميه تاع السكر، نحطهم على النار ونخلط بلا ما نبعد عليها، نبقى نخلط حتى يثقل هذا الخليط او هذا التحليه حتى تثقل. بعدها نكون وجدت انا في واش راح نديرها، في الكؤوس اللي راح ندير فيها الحجم اللي بغيتو، بغيتو صغار ولا كبار. نصب هذه التحليه في الكؤوس تاعي، وكما راكم تشوفون هنا الكميه هذه كفاتني الخمسه، وعلى حساب طوق الكاس، اذا الكاس صغير تجيكم اكثر، اذا اكبر تجيكم اقل. نخليها تدفى شوي ونحطها في الفريجيدار حتى تبرد. خليتها في الفريجيدار بردت مليح، درك نزينها. بالنسبه للزين تزينوها كيما حبيتو، بلوزاز تاع سيترون ولا بليترونش تاع السيترون ثاني، انا زينتها بالزهور تاع القارص واوراق النعناع. وهذه هي التحليه تاع اليوم اللي كانت سهله سريعه، ان شاء الله يا ربي تعجبكم. تاكلوها بالصحه لهنا وتبقاو على خير.